مساء الخير. برصيده أكثر من 300 عمل استطاع أن يحفر ملامحه في أذهان الناس، وبموهبة وحب للتمثيل استطاع أن يترك بصمة خاصة به. ينظر إلى الفن بشغف كبير. هو موجود معنا الليلة عشان الكلام في كل مكان، ولكن الحقيقة واحدة في وجدان أصحابها. الفنان أحمد صيام في ضيافتنا. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. أهلا بحضرتك، سعيد أن أنا معاكي. وأنا أكثر سعادة. أنا بحب الشطار. حبيبي تسلم لي. وأنت لو ما كنت من الشطار ما كنت كمان برضو موجود معنا. أنا عندي عتاب عليك. ليه بقى؟ وطبعا أنا يعني عتاب المحبين زي ما بيقول. قولي. أنا طبعا جاي أعمل لقاء معاكي، فلازم أذاكرلك كويس. ذاكرتلك. فلقيت في حلقة من الحلقات سيرتي جت. وسيرتي جت بشكل أنا مش لطيف، أنا ما حبيتهوش. ماليش علاقة باللي قاله الزميل يعني، لأن بالنسبة لي 90% منه غير حقيقي. أنا بس وقفت عند جملة حضرتك كررتيها حوالي 3-4 مرات. طب هو خد دورك، مين موصي عليه؟ مين موصي عليه؟ تفتكري أنا في السن ده وبعد المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتيها دي هبقى أنا منتظر حد يوصي عليا؟ طب يا أستاذ أحمد، أنت برضو تفتكر أنه أنا جايباك هنا مش لترد على الموضوع ده وغيره من المواضيع؟ مش برضو المساحة مطروحة لإلك؟ طبعا، بس أنا في الأول بس أنا زي ما بسأل أي ضيف برضو حسألك، وحكون طبعا كمان عم شد على الناحية التانية أو الطرف التاني، مشان هيك إلك حق الرد. أنت معنا أنا بس إيه الحكاية؟ أنا اعتدت في حياتي إن أنا لما أقعد مع حد أبقى أنا ما عنديش أي حاجة اليوم تجاهه، يعني فعشان كده ابتديت بيها. اليوم كتاب مفتوح، إحنا صح؟ بس كده تمام. أنا على طول كتاب مفتوح. أنا على طول كتاب مفتوح، أي ما فيش أي تحفظات في أي أسئلة أنت هتسأليها أو في أي كلام أنا هقوله. كل اللي هتطلبيه أنا، كل اللي هتسأليني عليه أنا هجاوبه. أنا دلوقتي ارتحت لأنه معي شخص صريح جدا موجود معايا ليلى، عشان هو مميز بعمله وبشغله ومسيرته الفنية. وأي شخص بيكون موجود معانا بيكون له حرية التعبير وحرية الرأي عن أي أمر هو حابب يتكلم فيه. عشان كده أنا سعيدة إنك معايا. ربنا يخليك. أنا وفريق العمل هنرحب فيك على طريقتنا الخاصة. مستعد؟ اتفضلي. يلا بينا. جيت ماشي من هناك لحد هنا. انظلمت زمان وخلاص. روز. ايوه. خلي رمضان يجهز التوك توك. انت مش محتاجة تتكلمي، حاسس بيك. عزيزة التانية عزيزة. لا دي لذيذة. إذن مع الفنان أحمد صيام نبتدي حلقتنا لهذه الليلة من نص الكلام. الفقرة الأولى تحت عنوان تفضل رد، أي الكلام في كل مكان ولكن الحقيقة وحدها في وجدان أصحابها. مواضيع مختلفة جمعناها من هنا وهناك، وعندي السؤال لك. نبتدي بالسؤال الأول. تفضل. هل الفن وحش ببساطة؟ وحش؟ لا، الفن في حد ذاته مش وحش. إيه الوحش فيه؟ الوحش قد يكون بعض السلوكيات من الناس اللي بتشتغل في الفن او الناس اللي حوالين اللي بيشتغلوا في الفن. طيب. هو ده اللي احيانا بيسيء للفن، بيدينا الصوره دي، يعني بيدي الصوره اللي ممكن تكون وحشه للفن. بالزبط. او عن الفن. بالزبط. بالزبط. طب ليه رفض دخول بنتك مجال التمثيل؟ ما هو بسبب الحكايه دي. يعني بصي، لسببين اساسيين. السبب الاولاني ان دايما الابن بيبقى الاب بيبقى متخوف طول الوقت على اولاده حتى بعد ما يكبروا. دي بسبب دي اول فرحتي في الدنيا و قمر ما شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. الواحد عانى. انا شخصيا عانيت في الشغلانه دي عشان احط رجلي او عشان يبقى لي مكان. فانا ما كنتش حابب انها تعاني نفس المعاناه. تمام. اعتدنا في الشغلانه بتاعتنا دي اللي ما بيقدرش عليكي بيخلص من حد يهمك. حد يخصك، مراتك، ابنك، بنتك، صديقك، صديقتك كده. فالحكايه كده انا طول عمري الحمد لله ما حدش قدر لي.
محدش لوى ايدي، محدش قدر يوجعني. فكنت متخوف، حريص يعني. حريص ان ايه، ان حد يخلص منها. ده نمره واحد. طب انت عندك تار مع حد ليه؟ اكيد. ليه؟ اكيد. حد مش حبك، مش شغلانه دي ما تقدريش تقولي ليه، لان في حد بيحبك وحد ما بيحبكيش، حد انت مش على دماغه او مش على مزاجه او مش هتحققي له اللي هو عايزه، او مش هتقعدي تطبطبي عليه زياده عن اللزوم او تطوعيه طول الوقت. او في ناس كتير في الشغلانه بتاعتنا، مش في الشغلانه، في كل الشغلانات ما بيحبوش اصحابه وجهات النظر. انك يبقى لك وجهه نظر ده في حد ذاته عند ناس ده جرم. وانا مش، وانا سعيد ان انا بستمتع بهذا الجرم. بس ده كان في البدايات ولا لغايه دلوقتي مستمر معاك الموضوع ده؟ لا خلاص، كان زمان بقى. كان دلوقتي. زمان. لا دلوقتي يعني خلاص، حتى دلوقتي قطعت المرحله اللي حد عاوز ياخد تارو منا او حد لا عاوز لا يتحطط عليه. هو كان زمان انا اللي كنت لسه الناس ما عرفتنيش كويس، فبياخدوا مواقف من وجهات نظري، لاني زي ما قلت لك في البدايه انا راجل صريح الى اقصى حدود الصراحه. صريح لدرجه الصداميه احيانا. فممكن تكون ناس متضايقه مني، ناس واخده مني موقف نتيجه ان انا جيت في لحظه قلت لا ده غلط او انت غلط او الحكايه كده، يعني ما يدوهاش فرصه. بتقصد يمكن ما يدوهاش فرصه؟ يمكن. ممكن. وحاجه تانية اللي هي زي ما قلت لك، ان في ناس بيبقوا محيطين بالفن او دخلوا المهنه من ابواب خلفيه لهم سلوكيات مش لطيفه، يعني مش عايز اصرح قوي بالجمله يعني، والاغواء والضغوط على البنات بالتحديد، على الممثلات، الممثلات بالتحديد في شغلانتنا دي بتبقى قاسيه قوي وشديده قوي، واللي بيقدر يثبت نفسه فيها بيبقى حد شجاع قوي. الحمد لله عندنا مجموعه من الفنانات الفاضلات اللي عندهم من الشجاعه انهم قدروا يثبتوا نفسهم ولم يتنازلوا لحظة. بس تقدم التنازلات، في تنازلات بالفن. للي موهوب قوي ده مش هتلاقي عنده التنازلات دي، الشاطر قوي مش هتلاقي عنده التنازلات دي، لانه عنده يقين في موهبته. انما اللي داخل عايز يهزر وعايز يشتهر وبتاع، وماله ما هتنازل عشان يشتهر. في يعني، مش هننكر ونحط دماغنا في الرمل زي النعام، لا في طبعا، في ناس دخلت الشغلانه من الابواب الخلفيه وبقوا موجودين على الساحه راضينا او لم نرضى يعني. فانا كنت متخوف على ده بالنسبه لبسنت، انما لما كبرت بقى وتخرجت من الجامعه اصبح عندها شخصيه خاصه هي تقدر تحمي نفسها. طيب خشي، بس انا يعني كانك ما تعرفينيش. احنا انا اب وانت بنتي طبعا، وبحبك لدرجه الجنون، بس ما تنتظريش ان انا هدعمك يعني او اساعدك بالزبط. يعني ومش هقدر اقول وجهه نظر فيكي، لان انا شهادتي فيكي طول الوقت هتبقى مجروحه، ولو قيمتك يا اما هقيمك بقسوه يا اما بحب الاب، والاثنين غلط. طب ودخلت كيف؟ دخلت من دون ما تقول للناس واصحاب القرار واصحاب العمل انها بنتي؟ إيه؟ خالص ابدا، خالص خالص. يعني هي مثلا ايه، دخلت الورشه بتاعت الاستاذ خالد جلال، وخالد جلال كان من اولادي في كليه التجاره، وكنت انا في التوقيت ده بعمل معاه مسرحيه، وهي دخلت الورشه عنده واختبرت وقبلها، وبعد 3 شهور من الورشه عارف قال لي هي بسنت اللي معايا في الورشه تبقى بنتك. قلت له اللي انت ما قلتليش. قلت له اقول لك ليه؟ لان انا في بدايتي كنت كده. انا في بدايتي كان ليا عم من اهم الناس في الشغلانه بتاعتنا دي، ما عرفش ان انا بمثل غير وانا في شركته بعمل بروفات مسلسل. ودخل وبص واتكلم مع الناس وبتاع، وفوجئ ان انا موجود. انت ايه اللي جابك هنا؟ وقدرت تشتغل وتثبت نفسها مع الوقت، وتكون لحالها بدايه اسمه، بدايه شهره مثل ما لا ذكرنا. ليها اصدقاء مختلفين عن اصدقائي، ومعارف مختلفين عن معارفي، كل حاجه. يمكن هي تتوسط لك بعد فتره. ما انا قلت كده الدكتوره ايناس. ايناس عبد الدايم لما اتفرجت عليها كانت الدكتوره ايناس بتتفرج، قالت لي السنه الجايه بس انت هترشحك. قلت لها ده انا هبقى مبسوط. يعني انت عملت بعض الشيء زي والدك لما منع اختك انها تغني وتسلك طريق الفن. هو انا اللي منعت اختي انها تغني، مش والدك. مش والدي، لا لا. انت اللي والدي كان راجل لذيذ قوي ولطيف قوي، وكل واحد هو ربى وساب كل واحد يعمل. لنفس الاسباب انت كنت منعت اختك؟ لنفس الاسباب. انا ما كنتش اياميها في الوسط يعني، كنت لسه شاب صغير، وبقى واخداني حكايه شوية يعني ايه اختي تغني وبتاع ويبقى في معجبين. ما عندناش الكلام ده بالظبط كده. كانت الحكايه كل سن له افكاره اللي ايه، اللي ممكن تغيريها بعد فتره.
يعني. وبعدين تمت الموافقه اكيد و... لا اختي ما غنتش لا خلاص عرفت عم بحكي عن بسنت لا بسنت خلاص يعني لانه اختلفت يعني مع الوقت ومع السن. ده اللي انا بشوفه العنوان. والدي رفض عمل شقتي بالفن وكان نفسي اطلع ضابط. انا كان نفسي فعلا اشتغل ضابط. كان نفسي اطلع ضابط. هو حلم جيل كامل يعني. احنا جيل اتولد على ثوره 23 يوليو فكلنا حلمنا ان احنا نبقى ضباط زي جمال عبد الناصر. فانا لما خدت ثانويه العامه قدمت في الكليه الحربيه عشان ادخل ضابط. وبعدين فوجئت ان انا نظري ضعيف ما ينفعش ابقى ضابط. واخويا كان نفسه يبقى ممثل كان بيعمل فرق مسرحيه وبتاع. هو بقى ضابط وانا بقيت ممثل. الحكايه قلبت. طيب عدم ترشيح بنتك او عدم تقديمها للوسط الفني خوفا من انه تبقى محصوره في مكان معينه برضو انت انحصرت فيها احمد؟ لا يعني لا. انا اتحطيت في الادوار ده دي في طبيعه الدور ده او في الرتبه دي. ممكن كمان بس انت تكون إلى نفس النصيب ونفس الحصه فانا خليني بعيد ونشوف فرصتها هي هتكون ازاي. هو عايز بس اصحح معلومه. انا رفضت من البدايه ان انا اتحصر في حته معينه او في نوعيه ادوار معينه. انا هتلاقي لي ادوار كوميدي وهتلاقي لي ادوار الراجل الغلبان الطيب هتلاقي لي الشرير هتلاقيني اللئيم هتلاقيني يعني انا رفضت طول الوقت. أنا بس هي في مكان معين استاذ احمد يعني مستوى في ليفل مستوى معين في ليفل معين يعني الليفل ده لا بتاعي ولا بتاعها ولا حد بيقدر يفرضه على حد. بمعنى ودايما انا بقول الحكايه دي ان في موهبتين. موهبه التمثيل دي موهبه مستقله بذاتها وموهبه النجوميه زي ما كان الاستاذ عباس العقاد دايما في العبقريات بتاعته يعني. كان بيقول في سمات العبقريه. سمات العبقريه دي في شخص ممكن ما يبقاش ممثل كويس انما عنده بريق النجم اطلالته. تقصد الكاريزما فيها النجم كاريزمة النجم الاول. دي حاجه دي موهبه مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا نقدر اعملها ولا انت ناقصتك الكاريزما دي يعني التجربه قالت كده. التجربه قالت كده قالت ان انا انت ممثل شاطر بس ما انتش النجم الاول. هي دي دي دي, دي الحكايه. احلامك كانت اخدتك نحو النجم الاول في المسرح. يعني انا كان حلمي نجيب الريحاني وفؤاد المهندس ومدبولي وعبد المنعم ابراهيم وعبد الرحمن ابو زهره. الجيل ده اللي حببني في المسرح الكوميدي. ده هو ده اللي حببني في الحكايه. وكان عندي حلم ان انا ابقى نمره واحد في المسرح. في المسرحيه اللي انا فيها نمره واحد. طيب وحصل ايه؟ وحصل ايه؟ ما حصلش. الظرف ما ينفعش لان احنا جيل طلعنا كان مسرح القطاع العام بينزل شويه مفيش بقى المسرحيات اللي قدمت. مين اللي نجم من ابناء جيلك اللي كانت متوفره عنده الكاريزما بنفس الوقت زيك زيه؟ لا كتير يعني يمكن في بيني وبينهم سنوات قليله. في اشرف عبائي في هنيدي في احمد ادم في انما اللي ما كانش عندهم الكاريزما دي عنهم. مثلا انا صلاح عبد الله حجاج عبد العظيم. اللي حصل ان احنا تكويننا البدني والجسمي والشكلي ما فيهوش ده. احنا دايما عندنا ايه النجوميه مرتبطه بمرحله الشباب. احنا واحنا شباب كان اللي بيعمل ادوار الشباب ناس كبار في السن. طب ايه الفرق بينك وبين هنيدي مثلا؟ لا هنيدي جه في لحظه كانت الساحه فضيت من الكوميديانات اللي في السينما. ما كانش فيه غير الاستاذ عادل امام بس الكوميديان اللي في السينما يعني هو قطفها بالوقت الصح. مش برضه مش هو اللي عمل. هو الظرف عمل كده وهو لانه عنده وشاطر عرف يكسب من الزمن او من الفتره اللي هو طلع فيها وفتح باب لناس كتير. فتح باب لعلاء ولي الدين والاشرف عبد الباقي والادم ولاحمد حلمي كلهم. وده شيء جميل عملوا جيل. طب ليه الفرصه دي ما جاتلكش انت برضه؟ ما انا قلت لحضرتك لان احنا لما طلعنا كانوا الكوميديانات مثلا بتوع المسرح كبار. اللي هو مثلا ايه كان الاستاذ فؤاد المهندس كان موجود، كان الاستاذ علي امام، كان الاستاذ سعيد صالح، كان الاستاذ يونس الشلبي، كان الاستاذ سمير غانم، كان الاستاذ جورج سيدهم، كان الاستاذ سيد زيان، كان كل دول كانوا ابطال المسرحيات الكوميدي. واحنا كنا جيل بنطلع معاهم في وسطيهم وبنعافر وبنحاول انما المساله الناس رايحه لدول. فبقيتوا بنفس المستوى. فضلنا كده على ما دول كبروا ما بقوش قادرين يشيلوا روايات. كنا احنا كمان كبرنا.
والناس اتعودت علينا في مكان معين، طلع بقى اللي بعدينا اللي هو اتظلمت. بتحس حالك بهالمبهل؟ لا، مفيش حد بيتظلم، ربنا ما بيظلمش حد. هو ده نصيبك وهو ده حقك اللي ربنا كاتبه لك، عليك انك تستغله احسن استغلال. اعتقد ان مثلا جيلي او الموازيين ليا في الحكايه، استاذ صلاح عبد الله، الاستاذ حجاج عبد العظيم كان الله يرحمه، الاستاذ احمد راتب، الاستاذ احمد حلاوه، مجموعه كبيره من اللي في نفس السن، كلهم خدوا حقهم بنسب. طيب تفتكر ابناء النجوم والفنانين حسب رتبتهم او مستواهم اللي فينا نقول عرف عليهم فنيا، بينظلموا حسب رتبه اهلهم؟ يعني في نجوم كبار ابنائهم اشتغلوا بالفن وشفناهم عم ياخدوا ادوار بطوله من الاول، بس انت اليوم موجوده، حتنظلم بهالمستوى او رتبه والدها؟ لا لا لا، هقول لك، ما هو اللي حضرتك بتقولي عليه ان في ناس او اهاليهم نجوم كبار قوي فطلعوا بقوا خدوا ادوار كبيره قوي من البدايه وما كملوش. مثل زي مين يعني؟ كتير كتير، مش عايز اقول اسماء. مين اللي ما كملش؟ كلهم كملوا. في لا، ما كملوش على نفس مستوى النجوميه. اللي كمل على نفس مستوى النجوميه دنيا سمير غانم، ايمي سمير غانم، احمد فاروق الفيشاوي، احمد السعدني، دول لانهم ما اعتمدوش في الاساس على مرتبه اهاليهم، اعتمدوا على الاهالي، رتبه الاهالي دي عملت الدفعه الاولانيه، انما لانهم هم شاطرين وموهوبين واشتغلوا على نفسهم كويس هم اللي قدروا يعني يستمروا. طبعا طبعا، بسنت هي عندها قدرات، انا وجهه نظري انها عندها قدرات افضل من مني ومن ناس كتير موجوده في الساحه. هي بقى محمد امام استمر كويس وبيعلى وبيعلى، يمكن بدايته ما كانتش يعني، انت سميت الاسماء كلها، انا شفتها كلها سهو. لا ده سهو سهو مش اكتر يعني. انما طبعا محمد امام كل سنه بيعلى عن السنه اللي قبلها، يمكن بدايته ما كانتش زي دلوقتي، انما ابتدى دلوقتي محمد امام نجم بيشيل عمل لوحده وبينجح بيه، مش بيطلع جنب حد او بياخد عمل ويقع بيه. كان عندك موقف من هيثم ابن الراحل احمد زكي الله يرحمه، برضه ما كنت راضي عن ادائه التمثيلي بوقت من الاوقات في مسلسل محدد بذاته يعني، وما اعرفش ايه السبب اللي هو دعيني اقول اسمي المسلسل كمان يعني، كان كلبش في كلبش اتنين، يعني ما كنتش مبسوط، كان نفسي يبقى، مع انه النقاد اشادوا بيها، ماليش دعوه براي النقاد، ده رايهم، انما انا بقول رايي انا، وانا متفرج عندي شكل من اشكال التذوق او الوعي الفني، انا شايف انه ما عملش اللي كان المفروض يتعمل، يعني شخصيه مهمه جدا، ده الاساس في الحكايه. يعني الاساس ما كانش الضابط، ما كانش سليم الانصاري، ده الاساس كان هو اللي عنده الحدث، هو اللي عنده الفعل، فهو كان ايقاعه، الطريقه اللي اختارها، ما هو ده توفيق وعدم توفيق بقى، يعني ايه، انا اخترت طريقه ومحدش صلح لي في الاول الطريقه دي، لا الطريقه دي مش هتحقق، يبقى ايه التوفيق هنا ما ساعدنيش. وبرضه توجيهات كمان من المخرج وما صناع العمل. أكيد برضو أكيد. كمان لا، احنا دلوقتي قليل قوي المخرجين اللي بيوجهوا الممثل. طيب في حد من النجوم بما انه سيره واتفتحت بتقول له يا ابني الشغلانه دي مش شغلانتك، روح اقعد في بيتك او اشتغل في حاجه تانية، من ابناء الفنانين مهما كان اسم والده كبير؟ لا لا، مش حاضرني حد كده خالص يعني. خالص راضي عن الكل يعني 99%. 99 ممكن يخونوا التقدير في لحظه ويرجع يعني من الناس اللي ابتدت معتمدة على اسم والدها وبعد كده هي اشتغلت على نفسها وطورت نفسها كويس جدا، من المصريين انا بحبهم قوي دلوقتي كمان رانيا فريتشاوي. رانيا فريتشاوي من الناس اللي اشتغلت على نفسها بقى في ليها طعم خاص بيها هي، مختلف عن كل جيل. كريم محمود عبد العزيز ايه رايك ده؟ بصي كريم، شوفي ربنا خلى محمد يبقى منتج وكريم يبقى ممثل. كريم حد دمه خفيف، ستايل مش موجود شويه في الكوميديانات في السينما، واعتقد ان هو عنده القدره انه يلعب في مناطق تانية غير الكوميدي. احمد فلوكس، احمد فلوكس هو ظالم نفسه في حاجات تانية، في مشاكل كتير بتاخره يعني. عنده مشاكله كتير، مشاكله الشخصيه كتير يعني، كلنا بنشوفها في الجرايد يعني، مش
مش انا ما اعرفش التفاصيل قوي، بس في الجرايد عنده مشاكل كتير كتير كتير، الحاجات دي بتعطله شويه. هي اللي بتخليه يتراجع، يعني متراجع فنيا بتقصد؟ طبعا طبعا. لان عنده كمان احمد عنده الانا زياده عن اللزوم. طيب اقول لك حاجه، اتفضلي. حتى الانا بتتقال عنك انت. انا الانا عندي انا كتير في ناس، بس نجيب اسمك وسيرتك، ما شخصيته الانا عنده كبيره، ممكن يتدخل في امور مش لازم يتدخل فيها، بيقول لا كتير، بيعترض، بيجادل بالموضوع. طبعا يعني نفس الموضوع. انا قلت لك من الاول انا لا اصدق يعني، بس برضو الناس اخد الفكره دي عنك. لا، في فرق أحمد بين الانا العاليه ان انا بس اللي بفهم او انا بس اللي شاطر. بس دي وجهه نظر، دي وجهه نظر، انما الناس بتشوفها من طريقه تانية. لا، انما ان عندك وجهه نظر بس الناس ممكن تشوفها بطريقه تانية. هو ما انا ما بقولش ان انا وجهه نظري دائما صح، ما انا لازم عندي وجهه نظر، وممكن وجهه نظري دي تبقى غلط، ما فيش ما يمنع اطلاقا انها تبقى غلط خالص على فكرة، ونتناقش. وجهة نظرك صح على رأسي، وجهة نظري صح قبليها بشكل متحضر. الوسط الفن بده مسيرات كتير، ما عرفتش تسير صح أنا؟ ومش هعرف أسير، مش هعرف أبقى غير أحمد صيام خالص، أنا مش هعرف. بده عزومات، بده ألو، بده خروجة. هقول لك على حاجة في تاريخي، يعني انا اول حد قدمني في التلفزيون كان الاستاذ محمد فاضل، وانا بالنسبه لي الاستاذ محمد فاضل ده على راسي من فوق، لما كنت واشتغلت معاه مساعد. لما كنت بعرف ان الاستاذ محمد فاضل داخل عمل ببعد. ليه؟ لاني بخاف جدا ان يتبادر لذهنه ولو ثانيه ان انا العلاقه اللي بيني وبينه فيها مصلحه. وانا الحكايه دي تموتني، لان انا وانا جوه الشغلانه دي انا اشتغلت في كل شغلاناتها، اشتغلت ممثل واشتغلت مساعد مخرج واشتغلت كاتب واشتغلت من كل اركانة يعني كل الحاجات. فبقيت بشوف في التجهيز فلان ده، اصل فلان ده عم بي لازم تجيب مراته، فلان ده اصل يا عم لازم مش عارف يعمل ايه، فكنت بسمع. وفلان ده يا عم ده قاعد، انا شخصيا لما المساعد المخرج اللي مع الاستاذ محمد فاضل في اول مره وقع، والاستاذ محمد فاضل قال لي انزل اشتغل مكانه، وانا ما كنتش لسه ساعتها في الاخراج، كان تاني مره بشوف كاميرا التلفزيون، ونزلت اشتغلت، فطلب مني ان انا اكمل معاه المسلسل. وانا في مره بجيب الممثلين من اوضهم، سمعت زميل بيقول للزميل ده اصل احمد صيام ده بيشتغل خدام عند محمد فاضل. تخيلي بقى، ورغم كده انتوا شفتوها كده تمام، بس انا ما شفتهاش كده. أنا كنت بساعد محمد فاضل في مرحلة مهمة جدا في حياتي، هي مرحلة التعلم. أنا قاعد عشان أتعلم من الراجل ده حاجات كتير، مش منه بس، وكان المساعدين اللي معاه من مجدي أبو عميرة، من أحمد البدري، من مها حسني الله يرحمها، كنت بتعلم منهم كلهم. يعني ده عامل لك ردة فعل؟ ردة فعل فيه؟ يعني بقيت فيها طول حياتك خايف تسير أي حد عشان ما يتقال؟ ما بسير، لا أنا بطبيعتي ما بسيرش حد، ماليش علاقة، ومهما كنا قريبين هتلاقيني بعمل الـ يعني ايه، بقول لك وجهه نظري في اللي انت بتعمليه. يمكن دلوقتي لا، لما حد صاحبي بقى ثانوي يعمل مسلسل مش لطيف، لا مش هكلمه غير لو سالني. يعني مش هقول له ان المسلسل مش حلو غير لو سالني، انما ما سالنيش مش هقول. مين اخر مره اتصلت فيه قلت له العملك مش حلو؟ يعني في كلبش الجزء الثاني اتصلت عمي على امير كرارة، لان مش اتصلت، انا اتصلت بيه بعد اول حلقه، طول الدخله حلوه جدا جدا جدا، وبعد كده ما كلمتوش. لما قابلني بعد رمضان في افتتاح فيلم بتاعه قال لي انت ما كلمتنيش وبتاع، قلت له ما اتبسطتش. يعني انا ما اتبسطتش من بقيه المسلسل. قال لك ايه؟ لا هو عارف ان انا بكلمه لصالحه، لاني بحبه، هو عارف ان انا بحبه جدا يعني. يعني انا امير بالنسبه لي مش ممثل. ممكن الناس تفهم عشان انت مثلا مش موجود بالعمل، تفهم انه رده فعلك دي بالشكل ده وبالطريقه دي لانك لا مش موجود في العمل. لا يفهموا بقى، يفهموا اللي يفهموه، من الحسبه دي مش عندي، لان انا مش معقول هبقى في كل الاعمال، مش معقول هبقى معاكي في كل الاعمال خالص، يعني مش ممكن. انا نفسي هتضايق.
يعني انا ما ابقى معاكي كل حاجه في كل حاجه في كل حاجه، لا مش حاجة. ان انا ما ابقاش مع مراتي في كل حاجه مش هينفع. يعني مين اللي مره قلت له ما عجبنيش الشغل وقال لك ما تتدخلش او ما طلبتش رايك؟ لا ما حدش، كله كان يتقبل رايك عادي. لا ممكن يقول من ورايا بقى، هو حر. مين اللي سمعته بتكلم؟ لا ما حدش، ما حدش. لا ما سمعتش، ما وصلنيش يعني. ما وصلنيش. في حد قلت له وندمت قلت يا ريت ما اتكلمتش يا ريت ما قلت له؟ اه مين؟ في ممثل شاب مش هقول اسمه يعني. جديد؟ اه شاب. فكنا بنمثل في مسلسل وبعدين احنا بناخد زوايا، فبعد ما خلص زاويته هو واقف بيقول الحوار لزميله في الزاويه الثانيه، فهو بيقول الحوار قاله احسن من ما قاله في زاويته. فقلت له يا فلان انت قلت الكلام في الزاويه الثانيه احلى من زاويتك، ما تقول للمخرج يعيد زاويتك وخدها. فقابل كلامي باستهجان شديد يعني، فانا حبيت اخف في الحكايه. فقلت له بص استاذنا محمود مرسي كان دايما يقول لنا مش عارف ايه، فبص لي كده وقال لي ايه، استاذ صيام زي ما في محمود مرسي في فلان. عنه هو. فقلت له انا اسف خلاص خلص الحكايه. اقول لك اسمه؟ لا من غير ما تقول اسمه. انا خلص هعرف اشتغلت مع بعض. لا وايه ابني ما يعني بعد كده اكتشفت ان هو كان متضايق من حاجه تانية، فكان الرد كده يعني، بس انا الرد نفسه خلاني ندمت ان انا قلت له بس. انما ما يعني ما خدش موقف منه يعني. تقول له ايه اليوم؟ اقول له ان انا امبارح بالتحديد اتفرجت لك على حاجه مختلفه عن اللي انا شفتك فيه. عمل جديد يعني؟ اه عمل انا ما كنتش شفته، انا اتفرجت عليه على منصه من المنصات يعني، ولقيته عامل كاركتر مختلف عن اللي انا شفته فيه معايا يعني في كذا حاجه، وكنت فرحان بيه جدا. تمام، اسمحنا بوقفه اعلانيه. يا سلام. ونعود. ومع الفنان أحمد صيام نستكمل حلقتنا لهذه الليلة. في عنا صورة هشوفها أنا وأنت وتقلي ليه ما حبيتش الشغل معاها؟ معاها؟ واحدة يعني؟ سيدة الشاشة العربية. لا مش ما حبيتش الشغل معاها، ما حبيتش الشغل معاها. ده موضوع الإيجو اللي تكلمنا فيه بالأول. بيوصلنا للسؤال ده، السؤال التالي. ايه كانت مشكلتك لو تقبلت ملاحظات فاتن حمامة؟ لا تقبلت، مين قال ان انا ما تقبلتش؟ ده درجة استبدلت، جابت حد تاني. بص عمل دورة. هقول لحضرتك الموضوع برضو ايه، مسألة ان انا ما حبيتش اشتغل مع السيدة فاتن حمامة. انا ما حبيتش الشغل مع فاتن حمامة، ده العنوان. اقل من اني احب او ما احبش الشغل مع فاتن حمامة. انما الخلاف اللي حصل هو خلاف في سلوك مهني، يعني انا ما حبيتش الموقف، هو سلوك مهني. ايه السلوك المهني؟ انا مؤمن ايمان يصل الى اليقين ان الكاستنج بتاع اي عمل فني مسؤوليات المخرج. تمام. لا يحق لممثل انه يقول رايه حتى لو كان بيمثل كبير مثل وزن فاتن حمامه يقول يعني. تقول السيده فاتن حمامه للمخرج لا انا مش حابه الراجل ده، مش عايزه ده معايا في الفيلم. تمام، هذا حقه. انما اما وان الراجل ده جه وقابلته وتمام وقابلتني قبل ما امضي، على فكره وانا رايح امضي هي قابلتني ودخلت عليا الاوضه وانا قاعد مع مدير الانتاج وانا بمضي ويا احمد وبتاع والحكايه وانا معلش مش مركبه الاسم مع الصوره. لا يا هانم ازاي انت تعملي اللي انت عايزاه وانت ستنا يعني. طيب انت شايف روحنا التاني عشان نصور بقى. طب انت شايف الشخصيه ازاي؟ شايفها بالشكل الفلاني. طب انا وجهه نظري انها كذا انها كذا انها كذا. هي كان عندها وجهه نظر معينه. تمام. وانت عندك وجهه نظر معينه. ولما تناقشنا وصلنا لحاله وسط. على الشخصيه، عن الشخصيه. هي شايفه ان الراجل ده كان يلبس بنطلون قصير وجاكيت كمها قصير وكرافته الزماره رفيعه ويبقى حاجه الشكل ده معد صح؟ كان شخصيته معد في التلفزيون. الشكل ده وانه له قصور رفايه وبتاع.
فقلت لها طب تمام حضرتك بتقوليه ده تمام، احنا ممكن ناخد منه انه له اصول ريفيه، بس ما ينفعش يلبس كده وكده طريقه اللبس دي، لان استاذنا الاستاذ فؤاد المهندس جاب اخر المنطقه دي، انا هروح فين جنب الاستاذ فؤاد المهندس؟ ناقشت بالموضوع يعني. طبعا ناقشت. طب اتفقنا ان الراجل ده ممكن يلبس جاكيت كويس وقميص كويس وبنطلون كويس، بس ذوقهم مش راكب مع بعض، واتفقنا على كده فعلا. ورحت البيت عشان هي لو هي السلوك المهني المظبوط، لا يا احمد احنا ايه مش هينفع نبقى مع بعض. بهدوء شديد جدا كنت هشكرها وهعتذر لها واخد بعضي واقوم امشي، انما ايه تمام اتفقنا. فروحت جبت اللبس ورجعت، وبعد ما رجعت قالت لي انا بس ما بسهرش بالليل، فهنصور ده بكره. تمام نصوره بكره، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. ومشيت. تاني يوم عرفت ان انا بعد ما مشيت جابوا ممثل تاني صور مكاني. اللي زعلني اكتر ان انا لما ناقشتهم في الحكايه دي اكتشفت ان الممثل ده ماضي من فتره. قلت لهم يعني انتوا كمان بتزعلوني من اصحابي؟ يعني انا لما جيت ومضيتوني كان الراجل ده ماضي؟ قالوا اه. قلت لهم طب هو ده السلوك المهني اللي يضايق، انك تتدخلي في كل، انا اشتغلت مع الاستاذ عادل امام لم يتدخل الرجل في ادائي مثلا. وانت كنت ماضي برضه فين؟ لا كنت ماضي راجع مع موضوع فاتن حمامه، انا كنت ماضي بنفس الوقت والراجل التاني الممثل ماضي قبليه الاثنين بالظبط، ان كانوا عم بيشوفوا مين الاصلح للدور، رغم ان المخرج كلمني قبل موضوع ان انا امضي ده يمكن بشهرين، قال لي حط لي اهم مشاهد ليك على شريط فيديو عشان اوريها للسيده فاتن حمامه عشان تقول اه ولا لا. قلت له اسف انا مش حابب الطريقه دي، وانا مش حاجه يعني. بعد شويه كلمني قال لي طب تعالى هي تشوفك. قلت له برضو لا يا استاذ، انا ممكن اروح لمخرج صغير لسه اول مره يبتدي وما يعرفنيش يروح يشوفني ويقول اه ولا لا، السيده فاتن حمامه مش عارفاني، هاتولها انتوا يا جماعه جزء من مسلسل انا اشتغلت فيه او فيلم انا اشتغلت فيه وروه لها تقول اه او لا وتكفونا الحرج يعني. وده كانت وجهه نظري اللي قلتها للمخرج. في الاخر خالص قال لي طب تعالى عشان تمضي، فروحت عشان اخد الورق وامضي. فوانا بيجيبوا لي الورق دخلت السيده فاتن حمامه مع المخرج، سلمت عليا بمنتهى الحب وقالت لك انا ما ربطتش الاسم مع تمام الحكايه تمام. هو ده الخلاف، انما الشغل مع السيده فاتن حمامه بتعرف الحكايه دي فكرت في ايه؟ ايه في اللي حصل برضو مع محمد تاجي؟ لا الخلاف كان برضو هو ماضي، موضوع مختلف، الموضوع مختلف. بقول لك نحن الصورة اللي وصلت لي انه هو كان ماضي، ده حردك للموضوع اللي افتتحنا فيه حلقتنا. تمام. هو كان ماضي فجأة لقى نفسه استبدل بممثل تاني. تمام. مين الممثل ده؟ أنا. أنت. تمام. أشرحه لك بقى عشان أنا دي من ضمن الحلقات اللي أنا فرجت عليها وأنا بذاكر ازاي أنت ما قلت لي يعني. 90% من الكلام اللي اتقال مش حقيقي. ليه؟ يعني اللي قاله محمد مش حقيقي؟ لا مش حقيقي. هقول لك الحقيقي ايه. ما لي وما علي. انا المسلسل ده كلموني فيه وانا بعمل رمضان كريم. مسلسل رمضان كريم. وكان انا والاستاذ لطفي لبيب مترشحين لدورين، مين يعمل ده ومين يعمل ده هم مش محددين. دور داوود ودور جابر. اللي هو عمله الاستاذ مدحت صالح ومش محددين ايه الحكايه، والايام مشيت ومحدش كلمني والايام مشيت، وبعدين فجاه كلموني استاذ صيام في مسلسل، طب تعال لنا الشركه نقعد نتكلم وبتاع. رحت الشركه قعدت وقعدنا نتكلم في الدور وفي الشخصيه وفي الحكايه وبتاع وفي الفلوس، وخدت الورق وروحت وقعدت اعمل بروفات 15 يوم، مش زي ما قال الاستاذ محمد التاجي كلموني 12 بالليل نزلت صورت الصبح. انا مش جاي من على القهوه، مش جايبني من على الطواله هطلع مش بتاع بطاطا يعني على رايه، ان انا هطلع هاخد الورق 12 بالليل انزل اصور الصبح، ده مش حقيقي على الاطلاق. يمكن المعلومه دي مش وصلت له صح، مش يعني دي مش قضيتي، انما لما تقول كده يبقى انت بتهني. وقلت ايه طب هو هيلحق يحضر امتى؟ مش انا
بس انا مش هقدر اقول ده للاستاذ محمد التاجي، لان انا الاستاذ محمد التاجي انا كنت بتفرج عليه وانا عيل صغير لسه طالب في الجامعه قبل ما اخش المهنه دي. كنت بروح اقعد في كواليس مسرح ثلاثي اضواء المسرح سنه 75 76 وبتفرج على الاستاذ محمد التاجي وهو بيعمل مسرحيه المتزوجون من ضمن الممثلين المحترمين العظام اللي انا شفتهم في الحكايه دي. بعد ما صورنا باربع خمس ايام جالي تليفون من الاستاذ محمد التاجي وهو صديق. يا صيام انا كنت ماضي مسلسل، انا عندي مشكله مع شركه هنا، بيكلمني بقى كراجل عضو مجلس نقابه، انا عندي مشكله مع شركه، انا كنت ماضي مسلسل وبعدين فوجئت من 10 15 يوم انهم بيكلموني بيقولوا لي يا استاذ محمد احنا مش هينفع نبقى مع بعض، وايه ان شاء الله نبقى مع بعض في حاجه تانية وبتاع، فايه هنستاذنك نبعت لك العربون ونفك العقد وحاجات كده. وقال لي قالوا لي هيبعتوا لي كذا رقم، قال لي الرقم يعني. ولغايه دلوقتي ما حدش بعت لي حاجه. بقت المشكله هنا فين؟ ماديه. ان هم قالوا له هنبعت لك وما بعتولوش. وليه بيكلمك انت بقول لك كعضو مجلس نقابه. فقلت له طب يا محمد ده مسلسل ايه؟ قال لي مسلسل اسمه ابو العروسه. قلت له ابو العروسه؟ كنت تعمل ايه في ابو العروسه؟ انت ما كنتش عارف؟ اقسم بالله اللي انا بقوله لك ده، لانه كان عتب عليك دلوقتي كنت جاي اقول لك على الاقل امسك تليفونه وقال له انا. جلال الله اللي انا بقوله لك ده هو الحقيقه كامله لا تنقص كلمه كلمه. والناس موجوده احياء يرزقون وممكن تساليهم ممكن هو يسالهم. فقلت له بتعمل شخصيه ايه؟ قال لي بعمل شخصيه داوود. قلت له داوود ده انا بصور فيها بقالي 3 ايام. ازاي الكلام ده؟ والله يا محمد ما حد قال لي. عموما انا هقفل معاك دلوقتي وهكلم المنتج وانا مش هنزل اصور غير لما يبعتوا لك الفلوس. وردت فعله كانت ايه؟ تمام. هو خلاص ردت فعله. قال لي انا بكلمك دلوقتي كنقابه. قلت له لا، لو بتكلمني كنقابه انا طرف، لا يجوز ان اكون خصم وحكم. لو عايز تتكلم كنقابه يبقى دلوقتي حالا اتصل بالدكتور اشرف زكي وقول له هو، يبقى لان انا طرف في الموضوع مش هينفع ابقى انا حكم يعني. انما اللي انا هعمله يا محمد انا هكلم الراجل المنتج دلوقتي ومش هنزل اصور لما ابعت لك الفلوس. كلمت فعلا المنتج، قال لي حالا، والله سوء علينا في التحضير وبتاع. قلت له قال لي حالا هبعت له الفلوس حالا. انت عارف ان الضرر المعنوي بيكون اكبر بكتير. ما هو انا ما انت ما قلتليش الضرر المعنوي. ما هو ما انت ما قلتليش يعني الكلام اللي انت قلته لي الشكوى بتاعتك ليا هي دي. فخلصنا شويه والمنتج كلمني قال لي الاستاذ محمد التاجي بكلمه عشان اقول له ابعت لك الفلوس فين. قال لي لا يا استاذ الموضوع في النقابه واللي تقوله النقابه هو اللي يتعمل. قلت له تمام. ورفعت سماعه التليفون على الدكتور اشرف زكي قلت له الموضوع كذا 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 كذا. ايه؟ قال لي طب ما تجيبش سيره بقى انك انت اللي بتعمل الدور. قلت له لا انا قلت له ده، انا اول جمله قلتها له قلت له ده انا بصور الدور بقالي 3 ايام، انا ما بعملش حاجه غلط عشان اداريها. يعني الدكتور اشرف قال لك داري على الموضوع. لا عشان لا مش داري على الموضوع، عشان ما يحصلش خلاف بينك وبينه. بس هيعرف. فقلت له لا انا ما بعملش حاجه غلط والحكايه ما واضحه في النور يعني. وصلوا في النقابه مع الاستاذ محمد التاجي ان المبلغ يزيد شويه. خلاص؟ ووصلوا المبلغ لرقم ازيد شويه. والراجل المنتج كلمني قال لي حصل تواصل بيني وبين الدكتور اشرف والحكايه كذا كذا ووصلنا انه بدل ما كان كذا هيبقى كذا. قلت له طب انا عايز اطلب منك طلب شخصي مني انا. قال لي قلت له ممكن ما يبقاش كذا يبقى كذا. تعلي بعد وعليت عليت وقال لي عيني. على فكره هذا المنتج ما كانش صديقي قبل العمل ده، وكانت اول مره قابله، مره قابلته في عيد ميلاد يعني ما عرفناش بعض خالص. وبعدين في العمل ده كنت اشتغلت معاهم قبل كده ضيف شرف، رحت يومين رايح عن طريق مخرج اسمه الاستاذ محمد بكير. ولما اشتغلنا مع بعض قال لي على فكره انا كنت مش عايزك في المسلسل ده، وقلت لا ده صاحب محمد بكير وانا على خلاف مع محمد بكير، انما قلت له يا استاذ انا صاحب شغلي انا مش صاحب حد. و يا استاذ بعت الحاجات للاستاذ محمد تاجي وكملنا المسلسل وخلاص الموضوع انتهى. انا في النقابه الاستاذ محمد التاجي دخل فلقيته سلم عليا بطريقه
مش ده محمد التاجي، مش دي ده محمد التاجي واحمد صيام، مش دي، مش ده السلام يعني. فانا ايه مش هناقشه في وسط الناس. عدت الايام وبعدين بنعمل مسرحيه وانا نسيت الموضوع ده خالص خالص يعني. وكان معانا ممثل بيعمل دور في مسرح الدوله، دور مهم بطل، وظروف ما نفعتش فمشي. فكان اخراج الاستاذ محمد فاضل، طب مين، طب ايه، طب الحكايه، طب الروايه، طب ايه. فقلنا اسماء، وانا قلت ايه يا استاذ، طب ما محمد التاجي. وهنا مش عشان الموقف، لا لا، لان هو الدور، هو الدور بالمواصفات اللي عايزها المخرج. وجي الاستاذ محمد التاجي زي ما انا اول ما قابلت حضرتك كده قلت لك ايه، عندي عتب، عندي عتب حشرة، عشان انا ما اعرفش اقعد معاكي وانا في حاجه. فاول ما جه قلت له محمد انا زعلان منك في حاجه، الموضوع بتاع مسلسل كذا انا ماليش دخل بيه، انت دخلت سلمت عليا بطريقه مش لطيفه وبتاع. قال لا لا يا عم الموضوع ما انسى الموضوع وبتاع، الموضوع عبيط وبتاع. قلت له والله العظيم ثلاثه انا لو اعرف ما كنت صورت خالص. انت بجد ما كنت صورت؟ اقسم بالله ما كنت هصور غير لما محمد التاجي يقول لي. الحل الوحيد ان انا كنت لو انا عارف ان هو ماضي، اقسم بالله، وده مش لان انا في النقابه ولا حاجه، لان ده سلوك مهني برضه. طب زي. برايك ليه اختاروك ما اختاروا له؟ الله اعلم. انت رؤيتك للدور للشخصيه ما بعرف. هو قال حتى مواصفه الشخصيه لما قالها مع حضرتك، قال انه رجل عجوز عدى الثمانين ومتصابي. لو الراجل ده راجل عجوز ومتصابي زي ما الاستاذ محمد عدى الثمانين زي ما الاستاذ محمد بيقول، يبقى انا وهو مش كاستنج، يبقى انا وهو مش الدور. لو هي الشخصيه كده، لا هو الدور ولا انا الدور، لان لا انا عديت الثمانين وعجوز ومتصابي ولا هو. انما هو رجل بنى نفسه، وراجل من الطبقه الدونيه وبنى نفسه واتجوز بنت راجل. بس ليه ترفض؟ انا ده السؤال عم بطرحه يعني، ليه ترفض؟ ليه اقسم بالله ما اعرف. هو قال مع حضرتك اعتقد يعني انه قال ان هم قالوا له ان مش حاصل تجانس بينه وبين الممثله اللي تجانس على مستوى الحجم والسن ممكن والشكل. ده الله اعلم. والله ما اعرف، لان ما درش، انا ما اعرفش اساسا. يعني انا ما اعرفش اساسا هو ان هو كان في الدور يعني، وما درش حوار. بس الموضوع ما خلص بالنسبه لاستاذ محمد، صح؟ بالنسبه له، انما انا بالنسبه لي خلص. الموضوع خلصان من ساعتها. هو بالنسبه ولا لي. احمل، بقول لك انا بالنسبه لي محمد التاجي صاحبي، صاحبي ولا يجوز ان انا اوجه له لوم وبتاع، لان انا بقول لك انا كنت طالب في الجامعه وكنت بروح في مسرح الكليه، بروح مسرح السفير اتفرج على الاستاذ محمد تاجي على المسرح وانا عيل صغير. اليوم وضحنا اكثر الصوره، وانا بشكرك انه وضحنا الموضوع، وده اللي انا بقوله دايما في البرنامج ده تحديدا، واي نوعيه من البرامج اللي بتتقدم بالشكل بس ده. أنا بس هو لازم نوضح صوره للناس، لانه كل انسان بيبقى فاهم الامور من وجهه نظره الخاصه. الجزئيه بتاعت طب والتكرار، في حد موصي عليه؟ حد موصي عليه؟ حد طيب مين هيوصي عليا؟ انا في وقت دلوقتي الحمد لله يعني ربنا يديم عليا، وكنت انا ما بعملهاش، ان انا بوصي على ناس. مش حد لسه، انا طيب رفضت التوصيه من عمي. لما حد يقول لك كان موجود على القهوه وطلع اشتغل، او كان وفجاه طلع عمل الدور، مش هرد على الكلام ده. مش هرد على الكلام ده عشان ده عيب. تقول له ايه لتاجي النهارده؟ لا هقول له مش هرد على الكلام ده محمد، انا هعتبر انك ما قلتوش، انا هعتبر انك ما قلتوش، لان انت عندي في مكانه عاليه جدا. ما ينفعش تقول الكلام ده، ما ينفعش تقول الكلام ده عني انا تحديدا، لان مش انا اللي بيجيبوني من على القهوه. عيب عيب، في ناس غيري ممكن تعمل كده، انا ما اعملش ده خالص. لا لا، ده انا انف جدا، ده انا انف جدا جدا جدا، واللي على مزاجي بعمله واللي مش على مزاجي ما بعملوش خالص. حتى يعني هقول لحضرتك، انا قعدت 12 سنه ما بشتغلش في شركه من شركات الانتاج، لا لشيء الا لان صاحب الشركه دي ابن عمي، لحسن يتقال ان ابن عمي اللي جايبني. 12 سنه ما دخلتش الشركه دي غير ما بقى في كيان وشخص في الوسط اسمه احمد صيام، مشهود له بالكفاءه. قد يكون الشهاده دي
حقيقية أو غير حقيقية، أو قد أكون كفء أو مش كفء، دي حاجة ترجع للنقاد وللناس وللجمهور والمخرجين. ما كده كده الكلام هيتقال يعني بالظبط. طب ما انا ما زي ما كده كده الكلام هيتقال. طب ما انا بقول لحضرتك بحرم حال 12 سنه انا ما اشتغلش في شركه بس انا ابن عمي والله. في الشركه والله. لا ده والله عملت كده، والله عملت كده. شفت انه الايجو كبير؟ لا مش كبير، كبير. لا بالعكس، التخوف، الشك. تخوف من ايه؟ بصي يعني عادي، أنا بس الامور الحياه كده. انا مراتي جد ممثله وكانت قاب قوسين او ادنى قبل ما اتجوزها انها تبقى نجمه، واستاذ دكتور تمثيل واخراج في الجامعه، وبنتي ممثله شاطره، ما جيتش في مره رشحتهم مع اني عارف ان اي شغل هيعملوه هيتقال ايه، ما هو عم ما هو احمد سامي اللي مرشحه، مع اني ما برشحهمش، انما بيتقال كده برضه. طب على سيره اللي بيتقال، كمان اتقال بسببك مراتك موجوده في البيت وما بتشتغلش. بعد الفاصل. ومع أستاذ أحمد صيام نستكمل حلقتنا، نصل إلى الفاصل الأخير. أخذنا الحديث لمحطات عديدة، يمكن اختصرت كتير من الفقرات اللي كنت مقررة أتحدث فيها أنا وياك، بس في نقاط كنت حابة ضوي عليها ليلي، يمكن اتقالت بغير برامج أو بغير لقاءات بشكل سريع أو خطف، اليوم حبيت نسلط الضوء عليها. بعرف أنه تحدثت عن زوجتك وذكرت قصة الحجاب، وأنه أنت اللي لبستها وأنت اللي خليتها تقلع الحجاب، ونزلت بوستات عن الموت على صفحتها على الفيسبوك، أحمد صيام عامل فيها التبديع، مكرهها الدنيا، بتتمنى الموت بعيد الشر عنا. وحتى أنت قلت لها شيلي بوستات الموت دي، يعني مواضيع وكأنه أنت ليك العلاقة المباشرة بأي حاجة بتحصل لها. هي فين؟ مراتي موجودة. هي فين؟ مراتي موجودة. انت فاهم قصدي ايه؟ طبعا. هي موجودة وعلى راسي من فوق. على فكرة انا ومراتي عمرنا ما تعملنا زوج وزوجة. احنا اتنين لسه في حالة حب. يا رب دايما. والله لغاية النهاردة. لغاية النهاردة في حالة حب شديد يعني. يعني انا ما اعرفش انام وهي زعلانة مني، وهي نفس الحكاية. ممكن حاجة في الدنيا ممكن تزعلها. طب لما قلت لها شيلي البوست، قلت لها شيلها لان انا ما احبش اشوفها ضعيفه. ايه اللي خليها تكتب ده؟ والله كانت الحكايه على ما اعتقد متعلقه بحاله عامه، يعني مش متعلقه يعني انا ما افتكرش ان انا مثلا من اكتر من 10 15 سنه حصل خلاف او خناقه بيني وبينها خالص، يعني خالص. لان ايه؟ انا مراتي ست طيبه قوي 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 قوي، وانا اي شيء بيزعلها مني بالنسبه لي محرم محرم. مساله التمثيل بقى ومش التمثيل، السنه اللي فاتت كانت معانا في ولاد ناس، وكانت معايا عامله مراتي في رمضان كريم، وبرضه مش انا اللي جايبها. مش انت اللي مقيد خطواتها نهائي، احمد، يعني انه تشتغلي هنا لا ما تشتغليش نهائي. يعني مش مديها الحريه برضه كممثله تختار وتقرر وتظهر وتصور. على فكره هي بتختار لنا، مش مديها الحرية. هي انت غير موضوع بتكلم هي عنها. هي حرة بنسبة 100% في اختياراتها. وكان حوارنا من اول ما عرفنا بعض قبل ما نتجوز، مفيش حاجة اسمها اللي انا اقوله ده هو اللي يمشي، او اللي انت تقوليه هو اللي يمشي. ما انت كان عندك، كنت مانع اختك بالبدايات، وبسنت اخدت وقتها وطلعت روحها قبل ما قلت لها موافق فوت اشتغلي. لا لما كبرت، لما نضجت. لا مراتي انا متجوزها ناضجة. مراتي متجوزه ست معيده في الجامعه. مراتك انت متجوزها معيده في الجامعه. لما جيت اتكلمتها في الاول، عندك استعداد تسيب التمثيل لما تتجوز؟ وصل لها. قالت لي لا. اوكي. انت عرفتني ممثله، انت ما كان عاجبك انك تكون ممثله. قلت لها تمام خلاص تمام. جينا لما اتجوزنا بعد سنه على طول خلفنا بسنت، وبعد سنه تانية خلفنا ايه. فبقت هي مهمومه جدا بالبنتين، عايزه تربيهم كويس، فهي اتفرغت ليهم. وفي نفس الوقت كان عندها توقيت محدد لازم تناقش فيه رساله دكتوراه. اوكي.
دول خدوا منها 6 سنين. في ال6 سنين دول الخريطة بتاعت الشغلانة بتاعتنا كلها اختلفت. صح. المخرجين اتغيروا كلهم، النجوم اتغيروا كلهم، اللي حصل كل اللي كانوا عارفينها ما بقوش عارفينها، فبقت تروح مثلا عشان تشتغل فتكتشف ان بيعملوها لانها جديدة، فده بيزعلها، ده بيضايقها، ده مش عارف ايه. مين اللي بيعملها على انها جديدة ولو ما حدش عارفها؟ والله ازاي؟ والله العظيم زي ما اكلمك، لان كانت ايه، ما انا قلت لك خريطة المخرجين اختلفت. يعني ما بقاش ولا فيه فاضل ولا يحيى العالمي ولا مش عارف ولا مجد ابو عميره ولا مش عارف ولا جمال عبد الحميد ولا 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 كل المخرجين، ولا حمدي الابرشي ولا سعيد الرشيدي، كل المخرجين اللي كانوا في الفتره دي كلهم قعدوا وطلع مخرجين جداد شباب صغيرين ما يعرفوهاش. يمكن انا لان انا موجود بشكل دائم في وسطهم ضيق هذا الموضوع. ضيق طبعا ديقة. طبعا كان بيضيق. انما هي عندها مشكله ان هي اعتمادها الأساسي في الحياة عليا. أحلامك كممثل راحت فين؟ أحبطت بلا شك. حصل لها شكل من أشكال الإحباط. الإحباط ده قديه أنت سبب فيه بالمئة؟ ولا 1% ولا واحد من 100%. بالعكس. طيب عندي مجموعة من الشخصيات، مش عاوزة يخلص الوقت من دون ما نكون سريعا أخذنا رأيك. عاوزك تختار شخصية من الاثنين اللي هنشوفهم قدامنا. مين بتحب طريقته أكتر في الكوميديا؟ الأقرب لإلك لقلبك، محمد هنيدي أو محمد لا سعد؟ محمد هنيدي حتى في الحياة عنده ابتسامة تخليك تفرحي. عنده ضحكة وانت بتفرج عليه تفرحي. تمام. من تجربتي يستحق أن يكون رقم 1 السقا أو محمد رمضان، مين تختار؟ أنت الاثنين اشتغلت معه. طبعا، واشتغلت مع رمضان يمكن أكتر، انما هو السقا اقرب لقلبي بحكم ان انا صديق والده ووالدته بتاع السقا اقرب. اللي بعده، هذا الفنان مظلوم فنيا، علاء مرسي، طارق عبد العزيز. لا، علاء مرسي هو اللي ظالم نفسه. ليه؟ مشتت نفسه بايه؟ بيعمل حاجات كتير، عايز يخرج وعايز ينتج وعايز يمثل وعايز العب كوميدي طول. لا، انت اشطر من الكوميديانات، يعني علاء مرسي عنده ممثل اشطر من الكوميديان، عنده ممثل شاطر جواه. تقول له ايه؟ ركز في علاء مرسي، علاء مرسي جواه حاجات جميله. هذا الفنان اتمنى ان تؤدي ابنتي معه دور البطوله، مين نختار؟ احمد فهمي. احمد فهمي، ليه اخترت احمد مقابل حسن؟ احمد عنده تنوع في القدرات الفنيه. يعني احمد ممكن يلعب كوميدي بشكل مختلف عن اللي بيتقدم دلوقتي، وعنده القدره انه يعمل ادوار الاكشن وادوار الانسانيه والتراجيديه عنده. انما مثلا ايه، حسن الرداد شويه مش بيلعب في الكوميدي بشكل، عنده منطقه كده من منطقه الجندي المهمه عنده شويه. لو اكتشفت انه بسنت وافقت على تأدي دور فيه نوع من الجرأه، ردة فعلك هتكون ايه؟ جوزها اللي يقول، هي دلوقتي في زمن انت راجع. انا اصلا رايي لا، انت تقوله لجوزها يقول، هي اللي تقول مش هي. لا لا، هو اللي يوافق او ما يوافقش جوزها. جوزها يقبل انها تعمل المشاهد دي، هو ولي امرها يعني. طبعا دلوقتي هو كده، ده في حكم الشرع. هي دلوقتي في ولاية زوجها مش في ولايتي، بس هي عندها شخصيه مستقله. تمام. صح. تمام، هو اللي يناقشها مش انا. لو جات سالتني هقول لها رايي، هتقول ورأيي غير ملزم ليها. هتقول ايه؟ هقول لها لا ما تعمليهوش. ليه؟ مش يعني ده تمثيل. احنا معلش، احنا في مجتمع برضو ما بيفرقش قوي. احنا مجتمع لغايه قريب كانوا فاهمين ان محمود المليجي ده اشهر الراجل في العالم، كانوا فاهمين ان توفيق الدقن ده، ولو الناس مش قادره تميز استاذ احمد معلي، الناس مش قادره تعرف انه ده تمثيل مش حقيقه. والله هقول لك على حاجه، ادخلي كده على السوشيال ميديا وشوفي، هي الهام شاهين شخصية مش كويسة؟ شخصية كويسة جدا. إنما لأنها عملت كام دور جريء، في ناس على السوشيال ميديا بيقطعوها. مش بقول لك إن هم صح، لا لا خالص، هم غلط جدا. يعني بس العقلية، يعني بتقصد ده نتاج مجتمع. أنت بتشتغلي من خلال مجتمع. أنت بتسأليني، أنا رجل شرقي، ده مجتمع. المجتمع الشرقي شايف كده، ما بيعرفش يفصل الفصلة بتاعت المجتمع الأوروبي.
احنا النهارده اتنين متطلقين بيقطعوا بعض، ده مش موجود في العالم غير عندنا، مش موجود في العالم. أن مين بتقصد؟ لا لا مش مقصودش حد بذاته، اي اتنين اي اتنين في الحياة بيتطلقوا بيبهدلوا بعض، مش في العالم كله بيتطلقوا بيسيبوا بعض ويفضلوا الولاد بينهم والاتنين وبيقابلوا بعض ولما تيجي تتجوز يعني عشان تقصد تاخد رأيه، تقصد يعني ما تاخدش الدور ده عشان الناس ما تحكمش عليها غلط. بالظبط. انا 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 قابلني ادوار كده ما عملتهاش. انت انا قابلني وانت راجل، وتخيلي بقى ان انا وانا راجل قابلني ادوار ان انا اعمل شخصيه رجل شاذ جنسيا ورفضتها. مع ان اقسم بالله العظيم انا من اهم الادوار اللي عملها خالد الصاوي في حياته عماره يعقوبيان. عماره يعقوبيان. انما انا غير خالد، هو حر، انا مش. طيب عندي بعد شخصيتين رح اختم فيهم. افضل ناقد فني برايي طارق الشناوي او المحاور مفيد فوزي؟ ولا ده ولا ده. لا ده ولا ده. ولا ده ولا ده. ليه؟ ما مش مقتنع. مش مقتنع بايه خالص؟ انهم نقاد فنيين كويسين. مش بتساليني عن وجهه نظري، انت وجهه نظرك انت حره. انما انا ايه ده؟ لا لحظه، عملت انهيار حلو بارضي. ليه؟ ليه انهيار؟ طارق الشناوي مفيد فوزي. لا لا لا. الناس كلها بتحكي عنه. يحكوا الناس. لا عندهم آراء وعندهم فكر وعندهم آراء عندهم تجربة وعندهم تاريخ. كل الحكاية يعني إيه ده؟ يعني لما أجي أقول ناقد فني بيتكلم عن السينما بما يتوافق معاه هو مش مع المناهج العلمية، ده 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 مش ناقد فني. كيف يعني؟ أحد أهم يعني أسباب. دي ما فهمتهاش كيف في يعني؟ معايير فنية للنقد. طب في إيه؟ معايير دراسية علمية للنقد. هم بيتكلموا بهوى شخصي. كيف بهوا؟ عملوا تاريخهم وعملوا اسم، عملوا اسمهم الكبير بس على اهوائهم الشخصيه. تخيلي عملوا ده في ظل غياب حركه نقد حقيقيه. انهيار الفن في مصر بسبب عدم وجود حاله نقد حقيقيه. فين إيه؟ النقاد العظام فخري قسطنطي ولو قعدت اتكلم بقى في الدكتور سمير سرحان. انت عندك خلاف شخصي معه؟ نهائي. على فكره في خلاف مع حد؟ نهائي. لانه اللي بتقوله إن انا حسيت انه في خلاف شخصي. نهائي. اكتر ما يكون لا راي لا عام. لا نهائي خالص، ما عنديش خلاف شخصي مع حد خالص. هقول لك على حاجه. انا في ناقد رحمه الله عليه ساعتي ان صاحبه لانه هاجمني وهاجمني وكان على حق. دكتور مدحت ابو بكر رحمه الله عليه، كنت عامل مسرحيه في المسرح الكوميدي وكلم عني كلام قد يصل احيانا الى حد التجريح الشديد. اقسم بالله انا دورت على رقمه وكلمته وشكرته لان انا فعلا كنت وحش. وايه اللي حصل بالمقاييس العلميه؟ كنت وحش. ومع مفيد فوزي المحاور اللي كان حصل الاستاذ مفيد فوزي هو حر بيكتب حسب اللي هو شايفه، يعني هو بيحبك فيكتب عنك كويس، ما بيحبكيش يكتب عنك وحش. دي مساله انا ما بحبهاش في النقد الفني. كتب عنك حاجه خالص؟ هو كتب عن موقف بتاع فاتن حمامه. بس ده اللي مزعج. لا خالص. لا طب قولي لي ايه المقاله النقديه القويه اللي فيها شكل علمي قالها عملها؟ لا عنده تاريخ. الكتاب النقدي عنده تاريخ كبير يا استاذ احمد. عم نحكي عن تاريخ كمقدم برامج يستطيع ان يستفز الضيف ويخطئوا ويغلطوا. وطارق الشناوي برضه عشان ندي الحق للاثنين برضه كمان من اهم النقاد الفنيين بالوطن العربي. انا ناقد سينمائي ولا ناقد فني؟ بشكل عام اللي فيها ناقد فني. الاستاذ طارق الشناوي مصنف ناقد سينمائي، ما بيتكلمش غير في السينما. انما تيجي تقولي له مثلا ايه اتفرجت على كام مسرحيه للاستاذ؟ بيتكلم في كل حاجه على فكره، مش بس هاتيما. بقول لك اهو مش بس بالسينما، بيتكلم مره اتكلم فيها عن نقد مسرحي. مفيش. هي 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 دي الحكايه مش منفصله. قد يكون اراءه السينمائيه جيده تمام، بس مفيش حاجه اسمها انا متخصص نقد سينمائي. نقد سينمائي ايه؟ هنقد الكادرات يعني واختيار العدسه وحجم اللقطه وبتاع؟ لا، في بنى. هيدا على كل حال هيدا رايك. وطبعا الضيوف حق يعني. لا انا لا بخليني اتصدم. لا بقول لك خليني اتصدم لانه اسماء كبيره عم نحكي عنها نحن، وهيدا رايك. والناس ممكن تقول انه لربما في حاجه شخصيه. لا لا مفيش حاجه خالص. بغض النظر اذا بحبه ولا ما بحبه موضوع تاني خالص. وفي نقاد، ما انا بقول لحضرتك انا في نقاد ما كنتش اعرفه خالص وهاجمني جدا.
ساعتها ان صاحبه لاني لقيته موضوعي لانه بيتكلم بجد. طيب احنا صرنا اوفر حتى بالوقت، اوفر تايم يعني الحديث لو حنكمل فيه حياخدنا بعد لمحلات كتيره واماكن كتيره. سيزن ان شاء الله، ان شاء الله بنجتمع بلقاءات تانيه. شكرا لوجودك معنا الليله، ربنا يخليك. تشوف خفيف على كل المشاهدين وتعرفوا عليك برضو اكثر واكثر. شكرا لحضورك معنا استاذ احمد سيوم، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقه جديده. الى اللقاء.